بالنسبه للستاتس اليوم حنحكي عن هسه عن نيكست اللي هو الكيو. ايش الفرق الرئيسي بين الستاكس والكيوز؟ عكس بعض. الكيو بكل بساطه انا بحكي لك، انا بدي امشي على الدور على الطابور. لما تيجي توقف مجموعه وقفه على الطابور، انا عندي اول واحد فوت ماله، بدي اخذ اول واحد بعدها، وكل واحد جديد هذا الشيء. هي في عندي شرطين، اذا اول واحد يدخل اول واحد وش يعني؟ فيرست ان فيرست اوت، هي الفيفو هذه كانت ليفو، لاست ان فيرست اوت. انا عندي في الاضافه، عمليه الاضافه شو مالها؟ انتوا تحلوا بويا هسه قاعدين، خلونا بعدين. هذه الستاك، الستاك زي البرنج لاست ان فيرست اوت. طيب اذا هذه الكيو، هي اول شغله انه هذيك الستاك كانت فيفو وهي فيفو، تمام. الفرق الثاني ايش هو؟ عمليه الاضافه بالستاك انا شو بضيف؟ حكينا صح، بس لما كنا نعمل ليفت ديسك ايش كنا نضيف؟ بالستاك لما كنت اعمل ليفت ديسك كيف كنت اضيف؟ الدبليو صح؟ كل عمليه اضافه راح تكون في البدايه، وهي هاي راح اعتبرها الان بالكيو. لا، عمليه اضافه بتكون الدائمه. بالتالي انا لما اجي اعمل كيو، يعني هذه الستاك ايش كنت اعمل؟ تمام؟ بالستاك مع لينكدين، هاي اول واحده النوت فاضيه، بدي اضيف واحده جديده، ضفتها هان اجتني واحد يجي لي، لا ما راح اضيف بالاخر، راح اضيفها هاي هان واعمل كونكشن هيك وهيك صح؟ بالستاك لا، بالستاك اعمل بالطريقه هذه، وراح اعتبر اللي بنضاف هان هو الله، هو اخر واحد هو اللاست، عشان اعمل ايزي اكسس لها. يعني مجرد اكتب ليست دوت نيكست، كان شو تعطيني؟ فعليا تعطيني التوب، اخر واحد انضاف صح؟ عندي كيو لا، الكيو راح اضيف وين؟ في الاخر. عمليه الاضافه بالكيو هاي النود فاضي، بعدين ضفت نود، بعديها ضفت كمان نود. ليش عملت انا هيك؟ عشان لما بدي اوصل لاول عنصر، ممكن اجي احكي مثلا الليست ميكس، هذا شو بتعطيني هاي؟ هو اول واحد مضاف صح؟ الان انا بالكيو عم بضيف بالاخر. فلما اجي احكي الليست دوت نيكست، هاي بتعطيني اول نود اضافت عندي. بينما بالستاك بالاضافه اللي انا اعمل اضافه في البدايه، بتعطيني اخر نود اضافت عندي. هو انا هذا بدي اياه بالستاك. بدي لما اعمل اكسس هاي اعطيني اخر نود انضافت، انا بدي لا، بدي اعطيني اول نود انضافت. خلص انا مفروض انه هاي عندي نود. طيب عندي تو اوبريشنز مهمات بالكيوز، اللي هي اني كيو انسر، في عندي دي كيو. دي كيو اللي هي ايش؟ الحذف. هسه عمليه حكينا الانسيرشن بتكون دائما وين؟ بالاخر. طب هاي ايش ممكن تمشي معي؟ قديش ممكن يكون الكومبلكسيتي بالاضافه؟ بيقول الان صح؟ يعني انا بدي هاي النوت بدي اجيها، بدي اجيها، ثم بدي اجي تحليل. طب هل ممكن خليها في بول الواحد كونستنت؟ اضيف في الاخر؟ لا، الكيو ما بينفع، الكيو انا مجبر اني اضيف، اذا لينك ليست مجبر اني اضيف بالاخر. لاست انسرت لاست. بالضبط هذا اللي بدي اياه. الان انا راح يكون عندي تو بوينترز، الاول حيكون عندي تو بوينترز، الاول بدي اسميه الفرونت، هذه من الاوبريشنز المهمه، وبدي بوينتر اسميه الريل هو اخر واحد. وبالتالي لو هسه انا جيت اضيف، تمام، عندي تو بوينتر، خلينا اجي اضيف من البدايه هيها.
عملت كيو من كلمه بس، قلت له ليش لينك بس مهم؟ لانه مستخدمه على الكود. هذا فاضي، راح اخلي الفرونت ياشر على، راح اخلي الرير برضه ياشر عليه. طيب ضفت نود جديده، شو راح اعمل؟ هذا الفرونت بخلي مكانه، الرير هاي بخليها تاشر هذا، يعني تاشر على النود الجديده. طيب بدي اضيف كمان نود، شو بعمل هنا؟ بدي اضيف نود، بعمل مثلا حكينا تم صح؟ تم ضفت لها القيمه، بعطيها لوكيشن، بعدين بعطي تم والداتا مثلا تساوي القيمه اللي انا ارسل اياها بي اكس مثلا 7. بعدين هنا شو بعمل؟ تم بعمل تم ماشي ناو تم نيكست تساوي صفر او نل صح؟ كيف بعمل كونكشن؟ هاي تم عندي القيم فيها 7 نل، كيف بعمل كونكشن من هان لهان؟ بالضبط، باجي بكتب الريل النيكست تساوي خلص، هاي الشرط كامل. شو بعمل كمان؟ تقول تم الريل تساوي هذه صح، الريل تساوي تم الريل خلص الان بدي اتاشر من اخر وحده، بدي الار هسه اتاشر هنا خلص صارت اخر وحده. هاي الحاله هذا البوينتر اللي عندي عمليه الاضافه، انت صارت في جول الواحد كل مره بدي اضيف، بس ما بعمل ايش؟ اوصل للبوينتر الريل الموجود اضيف بناء عليه. بالضبط، احسن من جيم. الان لو بدي اعمل اي كيو تمام، هاي عندي 5 هاي فاضي، هاي الفرونت. هان لو بدي اعمل دي كيو، دي كيو او عمليه الحذف دائما بتكون اول عنصر موجود عندي، فالدي كيو هذا من مين لازم يكون؟ هو هذا اذا انا بدي احذفه. هذا هاي النود الان المفروض ممكن اخليها، ممكن اخليها ما بتفرق. نفترض انه عملته هان على اول نود فعلي فرونت، اول نود فيها داتا، ما هو يا بوصل له فرونت دوت داتا او فرونت نيكست دوت داتا، عفوا ارو داتا. فانا هان لو بدي احذف شو بدي اعمله هان؟ بدي اخلي الفرونت تاشر على النيكست تمام؟ فبالتالي انا باجي عند عمليه الحذف شو ممكن اعمل هان؟ كيف ممكن احذف اول عنصر؟ فرونت ايش؟ عمليه الحذف يلا دي كيو، هاي الاري ليست اللي عندي، بدي احذف دي كيو اللي هو اول عنصر، كيف ممكن احذفه؟ هذه اسمها كيو. شو بدي اعمل؟ صح؟ كيو نيكست ايش بيساوي؟ شو تم عندي؟ هاي فرونت نيكست او كيو نيكست نيكست اي واحد، هاي بتساوي كيو هاي الشبكه. باجي انا بعمل خلاص جاهز هيك، انا عندي كيو بس حتى افضل منه، شو باجي بعمل؟ تم بس انا التم هاي لازم قبل صح؟ التم شو تساوي؟ كيو نيكست هاي لازم تكون قبل هاي، ليش؟ لانه الكيو نيكست هسه الكيو نيكست هو عباره عن ايش؟ النود اللي بعد، فالاصل هاي التم هاي قبلها، لو قبلها كيو نيكست اللي هي الخمسه خلاص خزنتها بالتم، عملت كونكشن وانا باجي بعمل في تم. بس هيك انا في الديكيو. لا بال عندنا بالسي فري بتبعث له البوينتر حيطلع من المنيو. بالكيو الان كيو عمليه هاي شغلتين رئيسيات، ان كيو حتضيف بين تو ذا اند اوف ذا لينك ليست لاست، الدي كيو بحذف اول عنصر موجود، انا مقيد بهاي الشروط.
انا ممكن احذف اي عنصر ثاني صح، بس هيك بطلت كيو. انا الكيو اصلا ما عندي اكسس الا الاول واحد، زي ما حكينا بالستاك ممنوع. انا بقدر احذف واحد بالنص او اخر واحد انضاف، عفوا اول واحد انضاف، بس من قوانين الستاك لا غلط، الك اكسس على اخر عنصر انضاف. طبعا السبب الامبلمنتيشن، يعني مثلا عمليه في الوورد او في البراوزر مش بتعملوا اندو وريدو، هذا مبني ستاك. اندو عندكم مجموعه من الحركات اللي عملتوها، الاندو هاي اخر حركه، بدك الحركه اللي بعديها اندو اندو اندو، ما بتقدر توصل لحركه انت عملتها وتتجاوز الحركات اللي قبل، هاي مبني ستاك ممنوع، اندو اندو اندو. الريدو برضه بتمشي فوق، هاي الستاك، هذه احد تطبيقات الستاك. تمام، هي نفس الاندو والريدو. الكيو مثلا الطابعه لما تيجي شو اسمه الطابعه بالضبط، هي لما تيجي ترتب الاوامر اللي بتجيها فعليا اول امر هو اللي راح يتنفذ اول شيء. طيب هو قديش ضايل قبل خمس دقائق هسه، من تطبيقات الستاك خلاص وقفنا هان، ايش من الامبلمنتيشن الثانيه للستاك؟ حكينا على سبيل المثال الريدو والاندو، في كمان امبلمنتيشنز للستاك زي ايش؟ تمام غير هيك ممكن اعمل ريفيرس لسترينج مثلا صح؟ اعمل ريفيرس لسترينج ارتبهم بعدين اشيلهم بالاخير. في شغله ثانيه مهمه ريكيرجن، ريكيرجن متذكرين؟ كيف كنا نعمل ريكيرجن؟ حكيت الفانكشن بيستدعي فانكشن ثاني، بيستدعي فانكشن ثالث، وبعدين لما نوقف برجع ريفيرس، عمليه التخزين هذه تكون ستاك صح؟ ستاك ها ضافوا هان اول شيء، ها ضافوا هان وقفتش ضافوا، اذا عمليه رح يصير ايش؟ انا فوق هيك ببلش يمشي فيهم من اخر واحد اللي قبله اللي قبله اللي قبله حتى يوصل اول واحد، فهذه هي عمليه هو فعليا هيك بيشتغلها. الريكيرجن هي بيتم تخزينها تعامل معها انها ستاكس. فورين فانكشن بالستاك لحد ما اخلص ببلش ايش؟ انا عبيت الستاك صرت للتوب، كيف بدي ارجع؟ توب بوب 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 لحد ما اخلص، ارجع 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 لحد ما توصل لاول عنصر. هذه من التطبيقات الثانيه كمان الستاكس اللي هي الريكيرجن. ما عدا امبارح اللي قبله او الريكيرجن مش موجوده اول واحده، ما عدا ذلك موجودين. اللينك تبع الاي تي سي موجود. ضروري تاخذوا بريك. طيب على السريع ثلاث دقائق مش خمسه، وحنرجع نكمل بالكيوز، بس بدنا نشوف كيف الامبلمنتيشن الثاني للكيو حنشرحه. ما بجيبوش هاتوا مزبوط. طيب يا جماعه الكيو هذا بالنسبه لللينك ليست، الكيوز مع اللينك ليست فعليا ما فيهم شغل، او يعني ما فيهم شيء جديد. كل اللي بهمنا عمليه الانسيرشن انها ات ذا اند اوف ذا ليست، والريموف هي فروم ذا بيجنينج، ما عدا ذلك كله لينك ليست. لو انا بدي اطبق الكيوز مع اللينك ليست فانا راح يكون الموضوع سهل وواضح. اللي هحتاج فيه شويه تفاصيل اللي هو الاري العاديه، لو انا بدي اعمل كيو بالاري العاديه عندي اكثر من شغله ممكن اطلع عليها. افرض هاي عملت اري السايز اللي لها 0 1 2 3 4 5 6 7، فبالتالي الكباسيتي اللي لها 80. عرفت الاري، وفي عندي شغلات ثانيه غير الاري ايش هي؟
بدي اعرف سايز هي فاضي الاريه، بالتالي بدي اعرف سايز، سايز شو راح يكون؟ فاضي، كل ما ضفت اليمنت كل ما زدت على السايز، وفي عندي هنا الفرونت مبدئيا بدي اياه صفر، وفي عندي الرير هي كمان صفر مبدئيا. فلما اجي هنا اعمل اضيف عليها هاي اعمل ان كيو وابعث مثلا خمسه، شو اللي راح يصير عندي هنا؟ راح اضيف لي خمسه هنا الفرونت طبعا هي على الصفر، والرير هنا كمان راح يضل على الصفر. طبعا انا مبدئيا هنا ممكن ايش اعطيهم قيم؟ الرير والفرونت ممكن اعطيهم ناقص واحد، هاي اللي ممكن اعطيهم ناقص واحد عشان لما نضيف بعمل بلس 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 يصيروا صفر. ضفت كمان مره ام كيو راح يضيف لي هنا على سبيل المثال سبعه، هذا شو بده يعمل؟ الفرونت خلاص راح يضل ثابت، اللي الرير راح تزيد معاي تصير ايش؟ هذا والسايز بهي الحاله قديش حيكون وصل؟ اثنين، هذا اثنين، الفرونت حاليا هنا صفر والرير صارت معي كمان ايش؟ واحد هنا. طب افرض اني عبيت القيم، جيت حكيت 11 14 20 8 6 3 تمام؟ انا عندي السايز قديش؟ 8، الفرونت صفر والرير 7 صح؟ في امكانيه اضيف ما في امكانيه اضيف؟ راح يذاك يفحص السايز نفس الكباسيتي فبالتالي حيعطيك انها فول. طيب لو جيت عملت دي كيو، الدي كيو شو بده يعمل؟ بيحذف وبحرك الفرونت، هنا الرير، لا شو برجع سالب واحد، هنا الرير الفرونت بزيده ما بتروح للكيو، هاي الكيو عملت دي كيو زاد الفرونت، عملت كمان دي كيو وهذا عفوا والسايز صار قد ايه عندي؟ سبعة، عملت كمان دي كيو، هي أول دي كيو وهنا دي كيو كمان مرة، هاي الحالة راح يحدث السبعة راح يحرك الفرونت. هيك رجعت لكومبلكسيتي انا. هاي احنا هنا حكينا بدي استخدم الفرونت لو بدي اعتبر بدي عفوا انا انتجر بدي اياه فرونت واحركه، لو بدي دائما اعتمد انه الاري للصفر هي الفرونت معناها في كل مره بدي اعمل ايه شيفتنج للقيم. شيفتنج للقيم معي بتكون ريكول الان. شوي لا شوي هسه هنا مبدئيا انا الدي كيو بدي متغير غير الريال الصفر، الريال الصفر هاي بتعمل لي مشكله انه لازم اعمل شيفتنج للقيم، هذه انا ما بدي اياها، فبدي بعرف متغير ومتغير دائما بزيد اذا عملت دي كيو. طيب هسه عملت دي كيو سايز مرتين، السايز صار 6 والفرونت صار وين بأشر على 2. طب هسه بدي اجي اعمل ان كيو شو بصير عندي هاي؟ اذا راجع اعمل ان كيو بفحص السايز مع الكباسيتي، لا اقل من الكباسيتي، بس كيف تضيف هنا؟ هسه لهذا السبب انا راح اعمل الاري هاي سيركلر تمام؟ حتى اطلع من هاي المشكله انه انا عملت فل من دي كيو صار عندي مجال بالاري تمام، بس انا من اخر شيء ثلاث هاي الحالي هعمل ايش؟ سيركلر. السيركلر هذا كيف ممكن اعمله؟ والله باجي بحكي اذا الرير جيت اضيف فحصت السايز مع الكباسيتي تمام في مجال، باجي بفحص هل الرير يساوي السايز ناقص واحد؟
عفوا اللي هو الرير بلس بلس اللي بدي اضيف عليه بدي احركه. الرير بلس بلس هل يساوي سايز ناف السايز؟ نعم تمام بساويه. باقي الحاجه شو بعمله؟ برجعه لوين؟ بلس بلس 3 هل يساوي كاباسيتي؟ هل اذا نعم بدي اعمل ايش؟ الريل يساوي صفر. تمام؟ خليت الريل يساوي صفر، الريل صار وين؟ ضفت عنصر جديد 11. تمام؟ صارت زي هيك. كمان مره لو جيت طلبت شو اول عنصر؟ اول عنصر مكانه الفرونت اللي هي 2. اول عنصر مكانه. انا خليني اجرب بس اعمل بوب او دي كيو كمان مره. خليني اجي اعمل دي كيو. الدي كيو بعملها بناء على ايش؟ بناء على قيمه الفرونت صح؟ فبيجي الكيو للفرونت لاثنين بحذفها وبزيد ايش؟ الفرونت بحذف منها بصير الفرونت وين؟ لو حبيت ازيد كمان وعم يتغير معي السايز كل مره. انا لو بدي اضيف عادي في عندي مجال الرير بلس بلس رير اللي هو قديش صار واحد هل يساوي كباسيتي 8؟ لا اذا بضيف وبزيد الرير. لحد ما اخلص السايز لو بدي اعمل دي كيو ار. تمام؟ انا بلس بلس ريل انا بلس بلس ريل انا حذبح 8 ريل زائد واحد وين؟ ما بتفرق ريل زائد واحد 8 وين بطبعها؟ في الطباعه هان مثلا؟ الريل زائد واحد ما بزيدها بس في الاكسبريشن بزيد عليها وبقارنها صح؟ لا لا شو دخل؟ ما بدخل. ريل زائد واحد اكس زائد واحد اكس زائد واحد وطبع الاكس قديش قيمته؟ لا سبعه بضل ما بزيد ما بتغير. انا مش فاهم شو اللي بدك اياه توصل انت. يعني هان عندي مثلا ريل زائد واحد يساوي كباسيتي هيك قصدك؟ وهنا تيجي تطبع الريل شو دخلها؟ ريل زائد واحد 8 هل 8 تساوي 8 مثلا؟ يا بتحط الشرط يا لا. بعد السطر هذا الريل قيمتها ثابته قيمتها نفسها ما تغيرت. يعني بيجمع بعدين بيقارن بيجمع بعدين بيقارن نعم. بس نهاية الريل ما تغيرت. سبعة لا حتى غير الاف كونديشن ما لا اكس بلس بلس كل الاحوال راح تزيد. هاي زادت هانا بلس بلس 3 8 8 تساوي 8 نعم لو بدي اطبعها بدها تصير 8 لا ولا هاي بلس بلس اكيد هاي طيب فانا هيك حتى اطلع من المشكله هاي اللي صارت عندي عملت لها سيل كذا صرت دائما افحص الرير اذا انه وصل للكباسيتي بدي ارجع اعطيه صفر بعدها ابلش اتحرك. نفس الشيء الفرونت، الفرونت بدي افحص اذا الفرونت يساوي زائد واحد او بلس بلس فرونت يساوي كباسيتي شو بدي اعطيها الصفر. المفروض انه جيت عملت دي كيو دي كيو دي كيو دي كيو هذا كمان دي كيو بعديها انطلب مني كمان دي كيو بلس بلس صارت 8 بدي الرير ترجع عند الصفر. هان نفس الشيء للرير والفرونت حاله السيركلر بدي افحصهم اذا وصلوا نهايه الاري بدي اعطيهم صفر. طيب هسه نشوف الامبلمنتيشن تاعها مختلف شوي. راح اعمل ستراكشر انا يفضل لما بدي اتعامل مع الكيو مش راح اعمل اري لحالها حتى انظم موضوع الفاريبلز اللي هو الرير والفرونت والسايز تعملوا ستراكشر يعني بالجافا اذا كان عملت ايش؟ كلاس اوبجكت بالضبط. هذا راح اعمل
ريكورد او تعمل ستراكشر استراكت كيو دي كيو كيو ريكورد. الكيو ريكورد هاي زي كانك تحت بلاس مان، عندي مجموعه من العناصر، عندي الكباسيتي وعندي الفرونت وعندي الرير وعندي السايز وعندي اخر شي بوينتر اللي هو ايش؟ الاري. الريكورد فعليا عندي زي اي اري عدد العناصر اللي انا احددها. فلما اجي اعرف كيو، كل كيو بدي اعرفها راح تاخذ لو عندي اكثر من كيو، كيو 1 كيو 2، كل كيو حيكون لها كابستي خاص فيها وفرونت ورير وسايز، ولها كمان اري فيها العناصر اللي انا بخزن فيها. كيف؟ حتى اتعامل معها ما بتفرق يعني هذا فعليا. طيب عندي هذا امتي، لو انا بعثت كيو نفس الشيء، عملت كوس، عملت انا هي عرفت الاستراكشر وجيت حكيت انا مثلا استراكت كيو كيو ريكورد تمام استريك كيو، هي عرفت كيو، لو بدي افحص هاي انها تساوي خلاص هذه اخذت نهايه الاستراكت، لو بدي افحص انها امتي ببعثها هنا كيو وبفحص هل هي السايز الكيو سايز، اعمل اكسس السايز يساوي صفر ولا لا، حتى بدي اعرف انها انت ولا لا. از فول نفس الشيء، هل كيو للسايز يساوي الكاباسيتي، انا حيعطيني لانها فول ولا لا. انا عندي الكريت كيو من اجي استدعيها في المين، بدي استدعي هذا الفانكشن كريت كيو، بدي ابعث له القيم اللي انا بدي اخزنها، الكاباسيتي شيء والماكس المنت شيء. الكباسيتي انت خليها بنفترض انها 100 تمام، معك لحد 100، جيت اعمل كيو حكيت له بدي العناصر اللي فيها مثلا 20، فانا شو بيجي بفحص عرف كيو، بعدين هنا هاي حتكون بويتر طبعا، فانا اجي احكي على الماكس اقل من المينيمم كيو سايز، هاي المينيمم ممكن يكون عندي جلوبال فاريبل ثاني انه لا لا المينيمم هاي هان ديفاين مينيمم سايز، مثلا ما بدي كيو اقل من 5 عناصر، ما بدي واحد يعمل كيو يحط لي فيها عنصرين، فانا محدد له او مشترط عليه انه اقل كيو بدي اياها 5، اقل من 5 ما تعمل له كيو. فانا باجي هل الماكس القيمه اللي بعث لي اياها هنا اقل من، اذا اقل من بحكي له تو سمول، اذا اكبر لا مثلا 20 باجي هان بعمل ميموري الوكيشن. لكم عنصر بدي اخزن داخل الـ مش السايز الاري هنا، او خلينا نعتبر ان السايز الاري كان سايز الاري اه ماكسيمم هو سايز الاري. طيب هنا عملت كيو عملت لها لوكيشن زي كان هي هاي الكيو، ها عمل الكيو عملها اعطاها ادرس، هنا اذا نال معناها في شي سبيس، اذا غير هيك الان بدي انشئ انا في عندي تو بوينتر هنا اللي هي الكيو، في عندي هنا جواها برضه ايش؟ الاري برضه بوينتر، بدي ارجع من عليها برضه ميموري الوكيشن. الميموري الوكيشن شنو السايز اللي بدي احجزه للميموري الاري هاي؟ اللي هو السايز اللي بعث لي الماكس سايز اليمنت. كيف بدي احجزه؟ عن طريق الميموري الوكيشن، بحكي له سايز اوف انتجر مضروبه في ايش؟ في الماكسيموم اليمنت. اذا انه بده اري من انتجر، اذا بده اري فلوت فلوت ضرب الماكسيمم اليمنت، اذا بده اياها انتجر فهنا على سبيل المثال حتى يعرف قديش حجز لي، عندي الانتجر عباره عن 4 بايت، انا بعت مثلا 10 راح يحجز له قديش في الميموري بالضبط، راح يجي هنا حاجز له 40 بايت، هذول راح يحجز لهم الاري هاي كيو اري راح يحجز لها 40 بايت. طيب خلاص بعديها عندي الكباسيتي هنا تساوي الماكسيمم ريمنت اللي بعث لي طلب اللي بدي 20 مثلا، راح اساوي الكباسيتي تساوي الماكسيمم ميك امتي. الميك امتي هنا بستخدمها حتى يعطيني قيم، يعني يعطيني الفرونت الفرونت راح يعطيه 1 والرير 0 والسايز راح يعطيه 0، هسه بنشوف.
فبالتالي هنا بستدعي ميك ام تي، بعدين خلاص بعمل ريتيرن الكيو اللي هي هنا اللي هي البوينتر تبع الريكورد هاي كامل تبع الستركشر هاي كامل. ايه هسه بنشوف هنا بحكي لي ميك ام تي، شوف بودي الكيو شو بعمل الكيو السايز هنا السايز راح يعطيه صفر فاضي صفر، عندي الرير صفر، الفرونت راح يعطيني عليها واحد لانه هو هنا فعليا بده يعمل سيركيولار ما بده يخزن باول عنصر بده يبلش يخزن من العنصر الثاني. طبعا ممكن تغير في المنتشر لكن انا مبدئيا راح يعطي صفر واحد اثنين ثلاث اربعه خمسه سته، هنا بده الفاضي انا بده يعتبرها سيركيولار ممكن ارجع اخزن هان، فعمل الفرونت مبدئيا عند واحد سيركلر سيركلر هاي الفرونت واحد والرير شو اعطاها صفر الرير هيها مبدئيا الرير صفر. طيب خلينا نشوف الان عمليه الاضافه ديسبوز كيو عمليه الان كيو هاي وديت هنا على سبيل المثال خمسه وهي الكيو هاي اللي انا عرضتها شو بيجي بحصل هاي الكيو فول لفول انتهينا اذا مش فول شو بيجي بعطي كيو سايز بلس بلس هاي قديش بتصير سايز صار واحد صح؟ بعديها الكيو رير يساوي سكسس سكسسور وداله الرير وداله الكيو مبدئيا قديش الكيو رير؟ هيها قديش؟ صفر هان فعليا ودى صفر ودى الكيو خلينا نشوف السكسسور هاي شو بتعمل معي هان وصلنا ودالها خان صفر وهاي الكيو شو بيجي بفحص هنا بلس بلس فاليو بلس بلس للرير هذا يمكن تصير واحد هل الواحد تساوي الكباسيتي؟ هذا شرحناه قبل شوي ليش؟ رجعني سيركلر اذا نعم برجع له اياها وين صفر من البدايه اذا لا خلص زاد عليها ورجع لي اياها صارت قديش قيمتها هان؟ واحد هذا اذا رجعت هاي العمليه قديش رجعت لي؟ واحد صار الرير هنا ايش؟ واحد بعدها شو اجي حكى؟ الكيو اري مين الاكسس اللي من تعمل له او الاندكس اللي عمل له اكسس؟ الرير اللي هو واحد طيب ها صارت زادت صارت هان كان يرجع على الاكس اللي هي خمسه وديناها هي اضافها والرير والفرونت صاروا هان. طيب نضيف كمان طيب اخذت بريك حنضيف مش حنكمل بس خلينا نضيف كمان اليمنتس والباقي بعدين تمام. هاي هنا عندي كمان مره وديت ثمانيه مثلا والكيو راح يجي هنا هل هي فول؟ لا مش فول هنا بيجي بيعمل كيو سايز بلس بلس السايز كان واحد صار قد ايه؟ اثنين وبحكي لي الرير وديها على السكسسور السكسسور هاي شو بتعمل؟ هاي شو بتعمل؟ بتزيد عليه اول شغله بصير اثنين هل هو يساوي الكباسيتي؟ لا بترجع لي زي ما هو فعليا اذا الكباسيتي زادت لي عليه واحد صار اثنين صار الرير اثنين انا بدي ارجع للرير صار اثنين انا شو حكيت لي؟ كيو الاري لان اثنين يساوي اكس اللي هي ثمانيه انا تعال انا احط لي اياها ثمانيه والرير ما هي اصلا اوريدي صارت على اثنين هاي الرير فكمل انا مثلا ضفت 7 11 12 15 الرير دائما الفرونت ثابت والرير متحرك صح؟ انا الرير متى الفرونت ممكن تتحرك معي؟ اذا عملت ايه؟ اذا عملت دي كيو، الدي كيو راح ازيد عليها الفرونت واحد تمام؟ وبهاي الحاله لو حبيت اضيف انا الرير قديش قيمه الرير اللي عندك ساعه؟ بعدين ستة خليني اضيف عنصر جديد في معي مجال هذا برجع هنا بلس بلس ستة كذا سبعة هل السبعة تساوي الكباسيتي؟ نعم الكباسيتي عندي سبعة بهي الحالة شو بعطيني الفاليو الرير؟ صفر بطل اشيل ها بصير اشيل وين هذا؟ اضيف العنصر الجديد هذا هاي بالنسبة للان كيو هذا خلص هذا عندي سؤال